بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، نون نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس المشاركين على أرضية هذا الميدان. يا سلام، شوطنا الساد يا حميد الذي انطلق في هذه اللحظات الجميلة. شوط ما شاء الله جميل، خصوص الإبكار مهجنات الأصايل. نتمنى إن شاء الله التوفيق عودة إلى المركز الأول، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الانتصار. الله، يا سلام، اللي في المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك العنود لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن معبد بن خميس الأغويص، وفي المركز الثاني أيضا المسعودية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الثالث الريم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الرابع هناك مرضية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واصل الشتبي، وفي المركز الخامس ايضا وصلت في هذه اللحظات دجا في خامس المراكز لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبيد بن دبينة، وسادس المراكز اتت في هذه اللحظات تغريدة سمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم سيب بخلفان الاغويس، وفي المركز السابع ايضا هنا نشبه لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم احد خبراء تضمير شباب العوير مطار بن محمد بن احمد بن رفيعه ابو عبد الله، حاضر ما شاء الله مع هذه الانطلاقات. ثامن المراكز اللي في المركز الثامن سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي ايضا مع شعله، وفي المركز التاسع الشاهينيه لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار احمد في التضمير، والضبي عاشرا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ها هي النقله، ها هي النقله، ها هو الاداء الجميل هنا على ارضيه هذا الميدان، على ارضيه هذا المكان. نتمنى ان شاء الله. يلا يا الاغويس، يلا يا الاغويس اللي يتابع ايضا مع الحميري مع الاغويس مع بن رشيد مع بن واس، يعني كلهم في موقع واحد، كلهم في موقع جميل، كلهم في موقع مميز هنا في هذه الانطلاقات الجميله والمميزه. العنود ايضا ما زالت تسيطر على المركز الاول لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك علي بن معبد بن خميس الاغويس المركز الثاني، ايضا المسعوديه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري، وفي المركز الثالث ايضا هناك تغريده وسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم مع سيد بن خلفان الاغويص، وفي المركز الرابع هناك شعله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ايضا احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز الخامس هناك شاهينيه لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار احمد في التضمير، وهناك مرضيه سادسا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس لجتبي. ها هي النتيجة حاضرة ووضوح واضحة ما شاء الله تبارك الرحمن هنا في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الممتع. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف شوف هناك شعلة شو تسوي، شوف شعلة شو تسوي، شو أداها الجميل، شو أداها المميز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الشاهيني لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار أحمد. ثانيا ثالث المراكز العنود سمو الشيخ سعيد محمد بن راشد المكتوم، وهناك علي بن معبد خميس الغويس مرضية بدأت تقترب من موقع الحدث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس، وهناك اللي في المركز الرابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم مع تغريد أحمد سيف بن خلفان الغويس. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة ما شاء الله، المراكز دعناها عليكم بالفوز تمام، هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز الحاضرة والمندفعة هنا في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم المميز ما شاء الله. العنود
سلامي عليك يا الأغويس على هذا الأداء الجميل، على هذا الأداء المميز التي تقدم العنود هنا في هذا الميدان. سلام. سمو الشيخ سعيد بن محمد براس المكتوم، والسلام موصول للسيد علي بن يمع بن خميس الأغويس السويدي، تهانينا والناموس على هذا التألق الجميل، وشكرا يا الأغويس على هذا الأداء المميز. مركز ثاني سمو الشيخ حمدان براس المكتوم، مركز ثالث معالي الشيخ محمد البطيئة الحامد المركز الرابع، سمو الشيخ حمدان براشد المكتوم المركز الخامس، سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم. التوقيت بقول توقيت ما شاء الله 5 دقائق 58 ثانية 94 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.